تقدروا تبعتوا لنا أسئلتكم على صفحتنا على الفيسبوك وإحنا هنرد عليكم كل حلقة. ودلوقتي هنرد على بعض الأسئلة اللي جات لنا من مشاهدينا. معتز عمرو بيسأل إيه أحدث عربية في العالم وهل في فعلا عربية ممكن تمشي لوحدها؟ معتز عايز أقولك ما ينفعش نقول أحدث عربية في العالم لأن دلوقتي في شركات بتنتج كل يوم موديلات جديدة. أما بقى بالنسبة للعربيات اللي بتمشي لوحدها فهو فعلا في عربيات بتمشي لوحدها ومنتشرة في طرق كتيرة في دول كتيرة في العالم. العربيات دي اسمها ذاتية القيادة أو سيلف درايفنج. محمد رمضان بيسأل عن سعر الرينو لوجن وإيمان كمال بتسأل عن الكيس بورتج والميتسوبيشي لانسر والهيونداي توسان. سعر العربية في السوق المصري هتلاقوه في الحلقة الخاصة بالعربية أو في التيكر الشريط المتحرك اللي بيتعرض طول وقت الحلقة. باسم محمد بيطلب يشوف مقارنة بين هيونداي إلانترا اتش دي وميتسوبيشي لانسر. بص يا باسم، احنا عرضنا الحلقات اللي فاتت هيونداي إلانترا بس بنوعدك ميتسوبيشي لانسر هتكون معانا الحلقات اللي جاية. ومعانا سؤال من عبد الرحمن عايزنا نخصص حلقة من شركة ستروان خصوصا عربيات السي ال زي سي 5 ودي اس 5. عبد الرحمن متهيألي احنا قدرنا النهارده نحقق جزء من طلبك وبنوعدك الحلقات اللي جاية هيكون معانا موديلات اكتر من ستروان. آخر سؤال معانا في الفقرة دي من هديل البربري اللي بتسأل عن رأي البرنامج في العربية ألفا روميو ميتو. بص يا ستي، احنا عايزين نقولك ان العربية دي من أفضل عربيات الهاتشباك الرياضية بس ممكن يكون فيها عيب صغير نتيجة ان مفيش طلب كبير في السوق المصري عليها فممكن تكون قطع الغيار غير متوفرة.